قول الفلك إذا أفاد الإطمئنان للإنسان يكون حجة، ويجب ترتيب الأثر وكلامه، ويظهر من بعض الروايات الواردة أن هذه الظواهر الكونية مثل الكسوف والخسوف والزلازل يمكن أن تكون علائم غضب الله سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يحتمل أن تكون هذه الظواهر علائم غضب الله سبحانه وتعالى على الإنسان، فالإنسان في هذه الحالة يجب عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويصلي صلاة الآيات. وقت هذه الصلاة بين بداية حصول الظاهرة إلى تمام الانجلاء، يعني من أول ما تبدأ الشمس بالكسوف إلى أن تنجلي، يعني يذهب الكسوف كاملا، هذه الفترة الإنسان يتمكن أن يصلي فيها صلاة الآيات، ولا يجوز له التأخير عن هذا الوقت. هل تصلى فرادى أو جماعة؟ الجواب على ذلك المكلف مخير بين أن يصليها فرادى أو يصليها جماعة، فالإنسان ينبغي عليه أن يهتم أن لا تفوته هذه الصلاة. وفي الأحاديث أيضا تأكيد على إطالة هذه الصلاة بقدر الإمكان، وكيفيتها مذكورة في الرسائل العملية. إذا واحدا فيما مضى حدثت بعض هذه الظواهر وما صلى صلاة الآيات على تفصيل مذكور في الرسائل العملية، يجب عليه أن يقضي تلك الصلوات.